هذا البرنامج برعاية لو سمحت، عندي دفعة بكرة وعايز أحصنها من إينوفال. حاضر يا فندم، تحت أمر. شكرا يا دكتور، الدفعة وصلت وكله تمام. إيفاس، حماية بامتياز. ولسه مكملين رحلة فريق برنامج الثمرة في زيارة لمعامل المعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية، وهناك هنشوف أحدث الأجهزة اللي بتختص بتقييم كافة أنواع اللقاحات البيطرية سواء محلية أو مستوردة قبل تداولها بالأسواق. المعمل ده هو الجهة الوحيدة اللي بتقول اللقاح البيطري ده ينزل السوق وصالح أو لا، وشفنا ازاي معامل المستحضرات البيطرية بتتعامل مع وصول اي عينات للقاحات البيطرية علشان يتم اعتمادها، وازاي بيتم تكويد العينات بعد حذف بعض البيانات حتى تقيم بمنتهى الشفافية. وشفنا داخل المعامل المتخصصة عدة مراحل لعمل جميع الاختبارات اللازمة لتقييم اللقاح. دكتور نرمين جودة، رئيس قسم معايرة اللقاحات الفيروسية الحيوانية، أهلا بك. أهلا بك فضل. عرفينا معايرة لقاح يعني. هي معايرة لقاح هي كلمة تشمل مجموعة اختبارات، سواء اختبارات سيرولوجية أو اختبارات مع الحيوانات في المزرعة. الاختبارات طبقا لبروتوكولات عالمية أو بروتوكولات مصرية، بعد إجراء هذه الاختبارات بيتم صدور شهادة للمنتج، سواء المنتج المحلي أو المستورد للقاح، بأن هذا اللقاح يصلح للاستخدام الحقلي أو لا يصلح. ده معنى كلمة معايرة. تمام. طب إحنا هنا في القسم إحنا بنعاير اللقاح إزاي؟ بالنسبة اللي عندنا، إحنا هنا عندنا اللقاحات، سواء لقاحات المزرعة الحيوانية، المزرعة أو الحيوانية الأليفة. بنبدأ أول مرحلة استلام العينات اللي هو المنتج اللقاح سواء المحلي أو المستورد. من جهة استلام العينات بتبدأ المرحلة الأولى في المزرعة بحقن اختبارين، اختبار الأمان، وده بيتم به حقن جرعة حقلية من اللقاحات ومتابعتها لمدة 15 يوم من صدور أي رد فعل لهذا المنتج أو لحرارة، وبعد 15 يوم نقدر نقول إن اللقاح آمن أو غير آمن للحيوان. وفي اختبارات أخرى في المزرعة زي اختبارات الكفاءة المناعية. اختبارات الكفاءة المناعية بتتم عن طريق حقن الجرعة الحقلية في اللقاح في نفس فصيلة الحيوان اللي بيصيبه المرض، يعني في الماشية بنحقن في الماشية، في الجمال بنحقن في الجمال، في الخيول بنحقن في الخيول، أيا كان نفس فصيلة اللي المنتج بيصد ناحية المرض هو نفس فصيلة الحيوانات. بيتم هذا الاختبار بعد حقن الماشية مثلا، وناخد اختبار يعني مثال مثل الحمق قلعية مثلا، بستلم لقاح الحمق قلعية سواء محلي أو مستورد، بيتم حقنه في الماشية بجرعات حقلية، وبننتظر المدة 21 يوم أو 28 يوم طبقا للبروتوكول لكل شركة، وبيتم فصل الحيوان بعينات من السيرم، وتتم تجارب سيرولوجية في المعمل زي الدكتورة تشتغل تجارب سيرولوجية على اللقاح،
وبيتم بعد التجارب السيرولوجية تجارب التحدي. التحدي يعني ان انت بتعدي بالعترة الدارية، بتعدي الحيوانات المحقونة باللقاح بالعترة الدارية اللي هي كأنها عدوى بتيجي في الحقل، كأنك انت عديت بالعدوى وبتنتظر رد فعل اللقاح. فطبعا اذا اللقاح بيصد، نسبة الصد بتطلع نسبة معينة، جميع النتائج من التجارب السيرولوجية او التجارب الحقلية بيتم مراجعتها مع البروتوكولات مع النسب المسموح بها. هل النسب المسموح بها في البروتوكول تسمح بصدور هذا المنتج للحقل او لا؟ دكتورة حنان محمد، رئيس قسم النقاوة البكتيرية، أهلا بيكي. أهلا بيك. إحنا بنقول من هنا بداية تقييم اللقاحات. بالضبط كده. عرفينا بقى. إحنا هنا فعلا بداية تقييم اللقاح، أي لقاح داخل الرقابة أو أي لقاح داخل مصر عامة، إحنا أول خطوة. ليه؟ لأن إحنا كل اللقاحات بلا استثناء لازم تخش لنا، سواء كانت لقاحات دواجن أو حيوانات مزرعة، لقاحات حية، ميتة، مستوردة، محلية، كله بلا استثناء بيخشنا علشان نختبر فيه الملوثات البكتيرية. احنا عندنا لازم نختبر كل انواع الملوثات البكتيرية بلا استثناء، لازم اللقاح يكون خالي تماما من اي ملوث بكتيري او فطريات. اللقاحات لما بتخشنا بباركود، بيكون معلهاش اي حاجة تدل عليها غير ان هو اسم اللقاح بس، أي معلومة عن الشركة المصنعة سواء كانت محلية أو مستوردة مبهمة، علشان نضمن شفافية مطلقة للدكتور اللي بيشتغل على اللقاح بيطلع نتيجة. تمام، يعني إيه نقاوة بكتيرية طيب؟ نقاوة بكتيرية، إحنا بيجينا اللقاح زي ما أنا قلت لك، حتى لو لقاح فيروسي برضو بيخشنا، نضمن إنه ما فيهوش أي ملوث بكتيري، يكون خالي تماما. البكتيريا دي زي اي انواع البكتيريا المعروفه، سواء بكتيريا هوائيه او لا هوائيه، مايكوبلازما، سالمونيلا، اي انواع بكتيريا تخطر على بالك لازم يكون اللقاح خالي منها تماما. دكتور سمير عبد المعز، وكيل المعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية، أهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك. هنا في جولة لفريق برنامج السمرة، شفنا طبعا أجهزة حديثة في المعمل، شفنا بقى مراحل تقييم اللقاحات. احنا عندنا هنا، اشرح لنا بقى يعني عندنا كم قسم هنا؟ المعمل بيتكون من 12 قسم وبعض الوحدات المساعدة. المعمل مسؤول عن معايرة اللقاحات البيطرية، سواء لقاحات الحيوانات الكبيرة أو الدواجن أو الأسماك. الأسماك حديثا بنقيم لقاحات الأسماك. المعمل أنشئ بقرار وزاري سنة 1996، وحضرتك إحنا مسؤولين، المعمل الوحيد في مصر والشرق الأوسط المسؤول عن تقييم اللقاحات البيطرية. إحنا لو قلنا النهاردة هنقيم لقاحات فيروسية، المدة الزمنية بتاعتها دي او اي كم مرحلة لغاية احنا بنقول مثلا اللقاح ده احنا قيمنا اللقاح وده معتمد بالاسواق؟ هو اللقاحات الفيروسية المدة بتعتمد على النوع، يعني احنا في نوعين اساسيين، في لقاحات فيروسية inactivated او ان هي مثبطة، الفيروس ميت اللي موجود في اللقاح، ودي بتبقى محملة على adjuvant او نوع معين من الزيوت، وفي لقاحات حية او مستضعفة. اللقاحات الحية او المستضعفة ما بتاخدش وقت كبير، لكن اللقاحات الميتة بتاخد وقت كبير لأنها بتتحقن في طيور، مثلا لو هي الدواجن أو في حيوانات كبيرة بتاخد وقت 28 يوم على الأقل، وبعدين بنعمل الاختبار التحدي أو التشالنج، فبياخد تقريبا 40 يوم
أي لقاح بياخد من 40 ل 45 يوم. لكن اللقاحات المستضعفة بتتعمل على إما خلايا زرع نسيجي الحية المستضعفة، بنقيمها على خلايا زرع نسيجي، أو بيض خالي من المسببات المرضية، وممكن تقعد من 15 ل 20 يوم. النهاردة معمل المستحضرات البيطرية بيتعامل مع 40 شركة بيتم التعامل معها باستلام العينات من المنافذ الجمركية بطريقة نقل وحفظ معينة، ثم إصدار شهادة سواء بصلاحية الاستخدام أو بالرفض عن طريق الحجر الطبي، وبيتم تسجيل المنتجات الجديدة سواء محلية أو مستوردة إذا كانت مطابقة للعترات المتداولة بمصر، بعد تقييمها والتأكد من مطابقتها للمواصفات. شفنا إزاي بيتم تسلم العينات المستوردة من اللقاحات البيطرية، وإزاي بيتم تطبيق قواعد التقييم على اللقاحات سواء محلية أو مستوردة. وخلال جولتنا بالمعمل تابعنا عمل 14 قسم فني لتغطية جميع التخصصات المطلوبة، وكمان شفنا إنشاء قسم جديد لتقييم لقاحات الأسماك. دكتورة مجدة محمد، رئيس قسم النقاوة الفيروسية. أيوة. أهلا بك. أهلا بحضرتك. عرفينا بقى مهام القسم إيه؟ إحنا في قسم النقاوة الفيروسية بنعمل كشف عن الملوثات الفيروسية في لقاحات الدواجن ولقاحات حيوانات المزرعة. طبعا ما ينفعش ان احنا نحصن الطائر او الحيوان باي لقاح، وبدل ما نحميه من مرض معين ندخله اي مرض تاني. فاحنا القسم عندنا بيبقى مسؤول عن ان احنا ان يكون خالي، ان نضمن خلو اللقاحات ديت من الملوثات الفيروسية. تمام. بتختلف عن الدواجن عن الحيوانات، كل حاجه ولها مراحل طبعا. بالظبط. احنا بناخد يعني بيجي لنا عينات من لقاحات الدواجن وعينات من لقاحات الحيوانات. تمام. ان احنا بنتعامل ازاي مع عينه الدواجن؟ بنعمل عليها 3 اختبارات بحيث ان احنا نضمن خلوها من اللقاء، يعني اختبارات سيرولوجيه واختبار البلمره المتسلسل، ده برضو اساسي عندنا عشان يعني ضد فيروسات معينه نضمن ان اللقاح مش موجود فيه الملوثات دي. تمام. زي ايه الفيروسات؟ طبعا عايزين نبسطها كده للجمهور. في زي الفيروس الاورام الفيروسيه، نضمن خلو اللقاح من الاورام ديت، وبرضو فيروس انيميا الطيور بنعمل عليهم اختبارات للقاحات اختبارات عشان نضمن ان ما فيهاش الفيروسات ديت. يعني طيب بالنسبه على الاختبارات لقاحات الحيوان برضو بنعمل اختبار يعني عشان نضمن خلوها من مرض اسهال فيروسي. تمام. برضو عشان هو مرض بيبقى يعني زي ما نقول بيسبب بيقلل المناعة أو بيلغي المناعة للحيوان، فلازم نضمن إن إحنا ما ندخلوش مع أي لقاح بنحصن بيه الحيوانات. تمام. يعني النهاردة لو أي لقاح مستورد أو محلي بيجي حضرتك عندك بالزبط. في القسم عندك. بالظبط. تمام. إحنا بنبدأ بقى اختبارات، بناخد عينات، بنحلل، بنكود. بالظبط. إحنا بيجي لنا العينات من اللقاحات المستوردة أو المحلية، وبنطبق عليها بروتوكولات عالمية في اختباراتنا، احنا مش بنختبرها يعني كده بهازارد، بنطبق عليها اختبارات بروتوكولات عالمية في الاختبارات ديت، وبتاخد مراحلها كلها لغاية ما نضمن سلامتها، وبعد كده بنطلع بيها الشهادة. دكتور فريد فؤاد، مدير المعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية التابع لوزارة الزراعة، أهلا بك. أهلا وسهلا. لقاح معتمد بالأسواق، معتمد بشهادة، يعني معتمد من المعمل هنا. احنا شايفين تطوير كبير هنا في المعمل، كلمنا بقى على التطوير. الحقيقة المعمل بكل سنة بيحصل فيه تطوير. احنا بنطورنا في البنية الأساسية بتاعة المعمل الفترة اللي فاتت،
من خلال تغيير الابواب اللي كانت موجوده في المعمل، حولناها لابواب السيفتي دلوقتي بكنترول على الدخول والخروج، في اكسس كنترول، بحيث ان النهارده المعمل الناس المسؤوله جوه المعمل بس هي اللي تقدر انها تبقى ليها حريه الحركه عليها. فبالتالي احنا بنحاول نسيطر على الدخول والخروج وحركه الناس جوه المكان. غيرنا شبكة الكهرباء كاملة جوه المعمل، طورناها بحيث تستوعب كمية الأجهزة اللي موجودة، والمستقبل بتاعها كمان قدامنا، يعني مزودين بنسبة 25% للتوسعات المستقبلية اللي ممكن تحصل خلال الفترة اللي جاية. المعمل برضو في طريقه دلوقتي نتيجة زيادة أنواع اللقاحات وكمياتها والأصناف الكتيرة اللي موجودة. ابتدينا دلوقتي خدنا حتة أرض 300 متر جديدة، وبنبني عليها مبنى جديد مخصص للقاحات الإنفلونزا، هيبقى على أعلى مستوى في الشرق الأوسط، إن هو يغطي كل لقاحات الإنفلونزا. نقدر إن إحنا مهما زادت الكميات هنقدر نستوعبها. المكان ده برضو هيشتمل على معمل BSL3 أو مستوى أمان حيوي الثالث، نقدر ان احنا نفحص العترات الموجوده في المعزوله حاليا من الاسواق، بحيث ان احنا دايما بنستخدم العترات اللي موجوده اللي بتاثر في الحقل فعلا. تمام، احنا بنقيم جميع اللقاحات سواء لقاحات مستورده كل اللقاحات أو محليه. تمام، اي لقاح بيطري احنا بنقيمه هنا، منتج محلي او مستورد بكافه انواعه، دواجن، حيوانات مزرعه، حيوانات اليفه، فصيله خيليه، كلاب، قطط، كل حاجه بنعايرها هنا. حتى حديثا احنا ضفنا الاسماك نتيجه التطور اللي موجود حاليا في صناعه وتربيه الاسماك، زادت طبعا الاستخدام، وابتدى يبقى فيه لقاحات جديده للاسماك، ابتدينا ندخلها عندنا ونقيمها سواء محليه او مستورده. احنا بنتعامل مع كام شركه هنا بالنسبه سواء مستورده او محليه؟ احنا المحلي هم 3 شركات في الوضع الحالي، المستوردين حوالي 42. تمام، احنا في حالة ظهور عترة جديدة، احنا بننسق مع مين؟ مع معهد بحوث صحة الحيوان، هم المسؤولين عن عزل وتصنيف اي عترة حديثة بتظهر في الفيلد او في السوق، هم بيعزلوها وبيصنفوها، ومجرد ما بتتعزل وتتصنف بيبعتوها لنا ان احنا نبتدي نختبرها على تأثيرها على اللقاحات اللي موجودة، هل اللقاحات اللي موجودة حاليا فعالة بالنسبة لها ولا مش فعالة؟ لو مش فعالة بنبتدي نتدخل ونقول للمنتجين ضفوها في اللقاح بتاعكم عشان يبقى اللقاح آمن وفعال في قصاد العترة دي. تمام، احنا عندنا مزارع لتجارب اللقاحات هنا صح؟ عندنا مزرعة حوالي 1500 متر بتشتمل على قطاعات مختلفة للدواجن، فيها مجهزة لقاحات الدواجن بالذات، مجهزة بعازلات الدواجن الخالية من المسببات المرضية، ودي علشان بنعمل فيها اختبار التحدي خاصة بالنسبة للقاحات معينة زي الانفلونزا زي نيوكاسل، دي بتحتاج لمواصفات خاصة علشان ما اقدرش ألوث البيئة اللي حواليا ولا أثر في صحة الإنسان سواء العاملين عندنا أو البيئة المحيطة بينا. فاحنا العازلات دي بتبقى مجهزه انها تعالج الهواء اللي داخل واللي خارج، بحيث ان احنا نطمن تماما ان مفيش اي تاثير لاستخدام العتره الضاريه دي على اي حاجه بعد كده. تقييم اللقاحات بتشمل الاسعار الجديده؟ يعني احنا لنا سعر محدد هنا بنقيم؟ احنا بنقيم كل لقاح حسب تكلفته، حسب نوع البروتوكول اللي مخصص ليه، احنا بنحدد السعر بتاعنا حسبه. يعني المعمل لا يهدف للربح بقدر ما احنا نقدر نوفر كل الامكانيات المطلوبه لمعايره اللقاح بالصوره الامثل طبقا للبروتوكولات العالميه. تمام، انا شايف خلال جولتنا النهارده لفريق برنامج السمره متخصصين في معايره اللقاح وفي الاختبارات الفيروسيه، في دورات تدريبيه؟ احنا عندنا برنامج تدريبي كامل طبقا لنظام الايزو المطبق بالمعمل من 2006، احنا معتمدين من سنة 2006 في المعمل، والحمد لله حتى السنة دي احنا زودنا الاختبارات المعتمدة، بقينا حوالي 36 اختبار بتغطي حوالي 95% من الاختبارات المستخدمة في المعمل. احنا في نفس الوقت من ضمن نظام الايزو ان احنا عندنا دورات تدريبية مكثفة لكل العاملين بتغطي الانشطة الجديدة والطرق الحديثة
وفي نفس الوقت بنطبق المواصفة الجديدة. أي تطوير في المواصفات، أي تطوير في بندي لهم حتى دورات في الكمبيوتر، لأن احنا بنتعامل مع جهات خارجية دكتور بالنسبة للتدريب أو بالنسبة للتشخيص مثلا. أكيد 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 بنتعامل مع المعاهد بالنسبة للحاجات المتخصصة، بنتعامل مع المعاهد المماثلة لنا، كليات الطب البيطري، معهد صحة الحيوان، معهد الأمصل، معهد التناسليات، كل ما يخص المهنة بتاعتنا. وفي حاجات تانية بنعتمد ان احنا معهد زي الجودة، مركز الوطني للاعتماد، بناخد فيه دورات متخصصة، بندي دورات كمبيوتر كتير، لان المعمل كله معمول على سيستم كمبيوتر لتسهيل التشغيل وتسهيل تطبيق المنظومة الجديدة. تمام، احنا خلال جولتنا شفنا لكل عينة كود تمام معين، في حالة رفض أي عينة تمام بنتعامل معها ازاي؟ القرار الوزاري المخصص لاختصاص المعمل نص على ان احنا اي عينة بترفض بيبقى من حق المستورد او المنتج ان هو يطلب اعادة فحص، من حقه يطلب اعادة الفحص ديت من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وهي بتوافق لنا ان احنا نعيد الفحص هذه التشغيلة. طيب التشغيلة ديت لو اترفضت للمرة التانية بيبقى قدام المستورد او المنتج حاجة من اتنين، يا اما يعيد تصديرها او اعدامها، ويتم الاعدام هنا في المعمل باستخدام بعض الاجهزة المخصوصة للموضوع ده عشان نضمن السلامة بتاعت البيئة ومن ما يتسربش منها اي لقاح في الخارج. هذا البرنامج برعاية